اهلا حبايبات ماما سيما، اليوم عندنا تحدي السلايم. رح اعمل سلايم ب 30 ثانيه، ثلاث انواع سلايمات، كل مره 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه. فكركم رح يزبط معي ولا لا؟ تابعوني هلا. بس قبل ما نبلش، اذا جاء على القناه اهلا وسهلا فيكم، بس عليكم تشتركوا بالقناه، تضغطوا على الزر الاحمر اللي تحت وتتابعونا دائما انا وفرح وليد. بس اليوم انا لحالي، يعني تحدي هذا فلازم اكون قده. وما تنسوا كمان تضغطوا على الجرس، لكل المشتركين تأكدوا انكم ضغطين على الجرس عشان يوصلكم اول باول ايش بنعمل كل فيديو بننزله. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتكتبوا لي تعليقكم تحت اذا بدكم اعمل تحدي ثاني مع فرح بال 30 ثانيه. ايش فكركم، رح يزبط معي ولا لا؟ شو انا ملكه السلايم، لازم يزبط. يلا نبلش. طيب، فاول واحد رح ابلشه هو الفلو هذا، أنا أحطه هون، يعني هيك حجهز شوية أشياء قبل، يعني شايفين العدة كل إشي موجود. أحط اللون اللي رح أختاره من هلا أخضر. طيب تمام، جاهزين؟ وهي الموبايل. أوكي يلا نبلش. أول واحد رح يكون الفلوم، رح أعمل سلايم الفلوم ب 30 ثانية. هي بلشنا. لون هاي 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 مامي. نحط الفلوم ولا نسيت ليه توترني؟ لا لازم احط هذا قبل. ييي حطيت كثير. لا 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 اي اي ها زبط، يعني تقريبا. شوفوا ايش طلع معنا. فهذا اول سلايم، شفتوا ليته حبيبي؟ يعني مش بطل صح؟ خليني اكمله. يا الله ما زبط، هذا اول سلايم ما زبط، كثير كثير كثرت ميرسي الصراحه. شوفوا. طيب نعمل السلايم اللي بعده. هلا رح اعمل تحدي السلايم الثاني. اول واحد صراحه ما زبط معي، يعني بعترف لكم اوكي ما زبط معي. 30 ثانيه كثير قليل، وهذا كثير يعني وترني، توتر وتر. وحطيته قبل ولا بعد ولا هذا، المهم ما علينا، نبدا بدايه جديده. التحدي الثاني رح يكون الكرانش سلايم، رح احط فيه القمر والنجمه. يلا جاهزين للسلايم الثاني، يلا نبلش. هاي هاد، بعدين بنحط شويه ماي، نخلط نخلط نخلط، نحط اللون اللي بدنا اياه. ايش قررنا؟ ازرق ازرق ازرق. 17 ثانيه مرسي. ريد ريد. اوكي هاي عملنا 30 ثانيه، بدنا نبلش نعمل الكرانش سلايم. عملنا اول واحد صراحه بلشت فيه بس بعدين اجى تليفوني فرح ارجع اعيده لانه قطع من النص من النص. طيب نرجع نعيد الكرانش سلايم، جاهزين؟ طيب واحد اثنين يلا. هاي البلو، بعدين بحط الحجر الازرق، واحدة عشرين ثانية. ايه حد بضل يوقع كل هذا، هذا رح يفوتني الحين. بعدين بحط 8 ثواني. ها 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 اولموست. ها هي ها ها 3 2 هذا كمان. هاي كرنش سلايم صراحة لا ما زبط، مش عم بلزق فيه. شوف ما ضغط، نسيت احط مي، شوية مي بده. هذا عم يضل يوقع، لازم الاقي له حل. الفرسيل عم يضل يوقع، صراحة المرة الثالثة ما حسيت بالفرسيل، يعني سلايم عم بيطلع شوي بس مش كرنشي، مش كرنشي سلايم، لا. ويعني بده تعديل يعني مش ظابط، عشان عم بوقع الفرسيل، لما تستعمل الفرسيل كثير بصير هيك مش سلايمي، مش سلايمي. طيب ما علينا. بنغسل ايدينا والسلايم الثالث. اوكي رجعنا خلصنا هذا السلايم الثالث. شوفوا من اذا ليسوا انت كان نايم، اللي بيتابعني على السناب بشوف قد بينام بالمدرسه. يلا بدنا نعمل الفلوفي سلايم. واحد اثنين اخر واحد. هل سينجح السلايم؟ هل سينجح تحدي السلايم ولا لا؟ يلا هذا خلص. وايش حكينا؟ نهدي لون. اوكي ايه ما معي معلقه. ما عم بعمل
10 ثواني، 5 ثواني. لا ما خلص الوقت. يعني اللي قبل كانوا احسن، اذا كان عندي امل بالثالث. شوف صراحه عملت يعني نص اول مره ونص ثاني مره وصفر اخر مره، فعني اخذت علامه. طيب هلا رح نظبط السليمات. طيب حرام ما بدي اكبهم. هيك المفروض يطلع السلايم، ما بيزبط ب 30 ثانيه. يلا نظبط اللي بعده. وهي الفلافي سلايم، وهي زبطت لكم السلايمات عشان لسه المسابقة شغالة، زي ما حكينا لآخر رمضان المسابقة شغالة. بس انشروا هاشتاج حلويات ماما سيما لكل حدا، كل حدا على اليوتيوب، وانشروا هذا الفيديو لكل حدا بتعرفوه، واتساب، انستغرام، فيسبوك، تويتر، اللي بدكم اياه، ورح تربحوا هدول السلايمات اللي عم بظبط لكم اياهم. وهي كان التحدي تبعنا، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناه، بس عليكم تضغطوا على هاي الدائره وعلى اي كيف هون. احكوا لي اذا بتقدروا تعملوا التحدي 30 ثانيه تعملوا فيها سلايم ويزبط، يعني كونوا صادقين. وشو رايكم بالسلايمات اللي عملتها؟ شكرا كثير 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 للمتابعه، بنحبكم كثير كثير. وما تنسوا تلحقوني على سناب شات وانستغرام وعلى الفيسبوك بيج تبعتي الجديده، رح احط لكم كل الروابط تبعتها تحت. فالروحه مش معانا اليوم، مدلله عند بيت سيدها اليوم، نايمه هناك. بس احكوا لي اذا بدكم نعمل التحدي انا وياها كمان. ماما انا باي. احكي لهم باي. 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 يا بيو يا بيو يا بيو.